الأسئلة في انتظار ذلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يبدو أن الأستاذة حورية قد أصابتها أيضا حمى الطيران، وبالتالي لم تتمكن من المواصلة. إذا هذا الموضوع الذي أشار إليه أستاذنا السي عبد الرحمن التميمي، الذي طرح فيه يعني تلك الأرضية، ثم الأسئلة الثلاث. السؤال الأول كان: عرف الدرس اللغوي موضحا خصوصياته في النظام التعليمي المغربي. ثانيا: حلل النص مقترحا مقاربة بيداغوجية تأخذ في الاعتبار تعليم وتعلم قواعد اللغة في شقيها اللغوي والتواصلي، مبرزا أهم أهدافها ومبادئها. ثالثا: خطط لدرس في مكون من مكونات الدرس اللغوي بالمستوى الخامس ابتدائي، مقترحا وضعيات تتيح ربط القواعد اللغوية باستعمالها الوظيفي. إذا هذه كانت هي الأسئلة، وهي الآن ماشية أمامنا. الدرس اللغوي، عندما يعني نسمع هذا المسمى الدرس اللغوي مباشرة تتبادر إلى الأذهان يعني التراكيب والصرف والتحويل والإملاء وما إلى ذلك، يعني في حين أن يعني الأستاذ السي عبد الرحمن قد أشار أيضا إلى يعني الفئة التواصلية. أستاذ حورية، رجعت استسمحك أستاذة حورية. شكرا أستاذي أبو آدم. طبعا الجميع كما تعرفون معرض للطيران، أتابع التذكير بالمراحل التي مرت بالوضعية المقدمة حاليا. إذا حسن يتساءل: أيمكن توظيف طريقة هذيك في استخراج الظواهر اللغوية بنائية؟ المرجو توضيح السؤال أكثر. إذا الوضعية الاختبارية كانت تضم 3 أسئلة: السؤال الأول حول تعريف الدرس اللغوي، السؤال الثاني حول المقاربة، والسؤال الثالث عن التخطيط درس تربوي. إذا تعريف الدرس اللغوي تضمن خصوصيات الدرس اللغوي في النظام التعليمي المغربي، طبعا مكون صرف التحويل، تراكيب الإملاء، ثم الجانب الصوتي والجانب المعجمي في النظام اللغوي، ثم مبدأي الاستدمار والتصريح. قد قدم سؤالا أو تعريفا جامعا مانعا للدرس اللغوي. السؤال اثنان عن المقاربات المقترحة. هنا سجلت التوجيه الأول للأستاذ، وهو أن القواعد اللغوية لا حياة لها بدون سياق، يعني ينبغي تقديمها دائما في سياق وضعية تواصلية. هذا أول توجيه سجلته بالنسبة لهذا السؤال الاثنان أو بما يخص المقاربة المقترحة. ثم ننتقل إلى تخطيط الدرس، تدبير الأنشطة، وننتقل إلى بالنسبة لعدة نقاط داخل هذه المرحلة. أهمية، وهنا التوجيه الثاني. التوجيه الثاني يخص أهمية أنشطة التقويم التشخيصي. ثم ننتقل إلى تقديم الوضعية المشكلة، والوضعية المشكلة أيضا سجلت بها توجيها ثالثا. العديد يتساءل عن أن قدمت عدة دروس هنا وعودة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لأن أستاذتي حورية يعني ألفت الطيران هي أيضا، لأن سنعيد الناقة لأستاذ سي عبد الرحمن كي يتفضل يعني بمحاولة تنويرنا أو بعض الإشعارات حول المجموعة من الأسئلة والافتضاحات التي أشارت إليها أو قرأتها أستاذتي حورية. تفضل أستاذي. نشكر. إذن شكرا للأساتذة الكرام على تدخلاتهم على أسئلتهم المكتوبة. سأبدأ بالسؤال المتعلق بالمقاربة البنيوية والتواصلية. فهناك سؤال حول الفرق بين المقاربتين، وكذلك هناك سؤال يقول بأن هل المقاربة المقدمة هي مقاربة تجمع بين البنيوية والتواصلية. إذن المقاربة التواصلية هي مقاربة قد تطرقنا إلى بعض خصائصها هنا في هذه من خلال هذه الوضعية. أما المقاربة البنيوية فهي مقاربة فقط تنظر إلى البنيات اللغوية ولا يهمها توظيف اللغة في أي سياق من السياقات الاجتماعية. هي فقط هدفها هو أن يكتسب التلميذ اللغة، القواعد اللغوية من خلال ملاحظة بعض البنيات اللغوية المقدمة، وهي تنظر إلى اللغة في شكلها البنيوي، في شكلها البنيوي، ولا تنظر إلى اللغة في شكلها التواصلي، لأن لا يهمها التواصل بقدر ما يهمها التحكم في القواعد اللغوية وفي يعني في إطار نص، في إطار نسقي يعني مقدم في نص من النصوص. فتعتبر التحكم في اللغة غاية في ذاتها، يعني اللغة أو القواعد اللغوية غاية في ذاتها، وعكس ما يعني تعتبره التواصل المقاربة التواصلية، يعني أنها تعتبر أن اللغة كذلك لها جانب وظيفي وتواصلي ولا معنى للقواعد اللغوية إذا لم نركز على الجانب التواصلي. بل تذهب المقاربة التواصلية إلى حد التسامح مع الأخطاء اللغوية، لأن تقول أن الهدف هو التواصل، حتى ولو أن الفرد لم يحسن يعني بشكل سليم استعمال القواعد اللغوية، ولكن هذا لا ننظر نحن كمؤطرين وكأساتذة، لا ننظر إلى هذا الجانب من في الكفاية في المقاربة التواصلية. ولكن أعود لأقول بأن المقاربة اللغوية المقترحة هنا هي مقاربة تجمع بين البنيوية وبين التواصلية، تجمع بين البنيوية في إطار مكونها المعرفي، المكون اللغوي المعرفي، وكذلك تركز على مبادئ المقاربة التواصلية في إطار المكون الوظيفي وخاصة المكون التواصلي. بالنسبة للوضعية، هناك سؤال يقول هل الوضعية تقدم أم تبنى؟ الوضعية لا تقدم جاهزة، الوضعية تبنى مع المتعلمين، تشخص. الوضعية دائما تكون عبارة عن موقف، عن موقف إما يشخص داخل القسم،
إما يقدمه الأستاذ ولكن يقربه من المتعلمين، يجعله قريبا من المتعلمين، ويجعل المتعلمين يفهمونه كأنه واقع، أنه موقف واقعي من مواقفهم الحياتية. وأعطيت مثالا لهذه الوضعية، فهذه الوضعية لم يقترحها الأستاذ مباشرة، ولكن شخصها متعلم، ولكن بمساعدة المدرس. إذا شخصها متعلم، وطلب المدرس من المتعلمين أن يعبروا عما يلاحظونه بثلاث جمل. لماذا قلت ثلاث جمل؟ جملة يقدمون فيها مختلفة، جملة يقدمون فيها الحال مفرد، جملة يقدمون فيها الحال عبارة عن جملة فعلية، جملة يقدمون فيها الحال عبارة عن جملة اسمية. وبالطبع بمساعدة المدرس، بتوجيهات من المدرس. وهنا كان هناك سؤال يتحدث عن هل الطفل يعني بمفرده سيتوصل إلى هذه الجمل. أنا قلت بأن ينبغي تنويع أشكال العمل، فبالطبع في البداية نقترح العمل الفردي، ولكن فقط لفترة وجيزة يفكر، نعطي فرصة للتلميذ ليفكر في الجواب، في الحل، ويطرح فرضيات. ربما يقترح بعض الجمل ولكن لا يكتبها الأستاذ على السبورة، لا يكتبها الأستاذ على السبورة، ولكن بعدما يقترح عملا في مجموعات سوف يعني يقترح كل متعلم ما توصل به من فرضيات حول هذه الجمل. وكذلك في إطار العمل الجماعي وفي إطار التوليف سيتفق جميع التلاميذ على جمل، بالطبع بمساعدة المدرس وبتوجيهات المدرس سيتفق المتعلمون على هذه الجمل، وعندئذ يكتبها المدرس على السبورة، ثم يقترح جدولا، يقترح ترسيمة لجعل المتعلمين يقومون بتحليل هذه الجمل ويضعونها في ذلك الجدول. هناك سؤال حول الدعم والمعالجة، والكثير لا يفرق بين الدعم والمعالجة. عندما نتحدث عن الدعم فالدعم يشمل المعالجة، عندما نتحدث عن الدعم فالدعم هو مصطلح شامل ومصطلح عام يشمل المعالجة ويشمل التقوية ويشمل الإغناء. الإغناء هذا هو يعني أنشطة الدعم. لا نخص الدعم فقط بالمتأثرين. عندما نركز على أن نقول أننا نشتغل في إطار أسبوع الدعم، فهذا لا يعني أننا نهمل المتميزين، بل أنشطة الدعم تشمل المعالجة، وهي أنشطة هدفها هو معالجة التعثرات. وبالنسبة للتلاميذ الذين لا يتحكمون في الأهداف، وهناك التقوية كذلك من أنشطة الدعم. هناك التقوية بالنسبة للمتعلمين الذين يعني تنقصهم فقط يعني بعض الأنشطة الإضافية لتثبيت المفاهيم. هم على مستوى الفهم لا يوجد هناك مشكل، ولكن هناك مشكل على مستوى يعني التطبيق. يعني ينقصهم المزيد من الأنشطة لتطبيق تلك، للتحكم في تلك المفاهيم. وهناك أنشطة الإغناء
للتلاميذ المتميزين الذين يعني تأكد المدرس أن لا مشاكل لديهم يعني بخصوص الأهداف المسطرة وبخصوص المفاهيم المسطرة. إذن المعالجة هي جزء من الدعم، هي جزء من الدعم، ونخصص المتعثرين، نخصص يعني هذه المتعثرين بهذه المعالجة. وقلت في إطار التقويم التشخيصي الهدف منه هو التأكد من مدى تحكم جميع كل متعلم، تحكم كل متعلم تحكمه في مكتسبات سابقة لها علاقة بالدرس الجديد. وذكرت كمثال الجملة الفعلية والجملة الاسمية، لأن التلميذ سيحتاج، ينبغي أن يفرق بين الجملة الفعلية، لأن الحال جملة، يمكن أن يكون جملة فعلية، يمكن أن يكون جملة فعلية. إذا كان هناك متعلم لا يفرق بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية فلن يفهم هذين النوعين من أنواع الحال. إذن بالطبع ينبغي لكل متعلم أن يتحكم في هذين النوعين، في هذين النوعين، ويعرف الفرق بين الجملة الاسمية والجملة، هذا فقط، والجملة الفعلية. هذا فقط مثال يمكن أن نقترح ربما معارف أو مكتسبات أخرى لها علاقة بنفس الدرس. إذن كان هذا إجابة عن هذا السؤال، سؤال الدعم والمعالجة. هناك سؤال يتعلق بالتخطيط، هل يعني دائما جدادة؟ عندما يطلب منا تخطيط درس، لأن ما تخطيط دائما مرتبط بدرس أو حصة، ربما السؤال ربما يطلب تخطيط حصة، والحصة ليست هي درس، حسب المكونات. عاد ربما يكون الدرس فيه حصتين، ربما حصة واحدة، حسب المكون. كذلك عندما يمكن أن يطلب منا تخطيط درس أو جزء من حصة، فقط مرحلة من المراحل، ربما في بعض الأحيان يطلب منا تخطيط مرحلة، مثلا مرحلة غير البناء، مرحلة تقديم الوضعية المشكلة، مرحلة البناء، ربما مرحلة تقويم الدعم. في بعض الأحيان يطلب منا فقط تخطيط أنشطة لمرحلة التقويم والدعم. إذن حسب طبيعة الأسئلة المقترحة. وهنا لابد أن أذكر بأنواع وبصيغ الأسئلة وصيغ المواضيع المقترحة في الامتحانات. وقلت بأن عادة في إطار هذا المكون أو هذا المجال، مجال ديداكتيك المواد المدرسة بالتعليم الابتدائي، عادة ما تقدم مواضيع عبارة عن مواضيع مذيلة، عبارة عن وضعيات مذيلة بأسئلة مذيلة، وهي ما يسمى بالمواضيع المذيلة بأسئلة. نقدم الوضعية يعني في سياق الوضعية، ثم نقدم أسئلة لها علاقة بالوضعية، ويمكن أن تكون هذه الأسئلة يعني في يعني لها علاقة ببعضها، ويمكن أن تكون هذه الأسئلة يعني أسئلة مستقلة، كل سؤال هو مستقل عن السؤال الذي يليه. مثلا هنا في هذه الوضعية التي قدمتها الأسئلة، حتى ولو أنها مرتبطة بالوضعية، ولكنها أسئلة مستقلة. في البداية هناك تعريف للدرس اللغوي، ثم اقتراح مقاربة بيداغوجية، ثم تخطيط. يعني هذه الأسئلة ليست مترابطة بشكل أننا
فقط نقترح صياغة موضوع يعني بمقدمة وعرض وخاتمة، لا، هنا نجيب عن كل سؤال على حدة. وطبيعة الأسئلة، طبيعة المواضيع المذيلة بأسئلة، هنا أنصح بأن يعني تقدم يعني حلول يعني خاصة بكل سؤال، بكل سؤال يعني السؤال الأول، ونقدم حلا للسؤال الأول، ثم بعد ذلك السؤال الثاني، ثم بعد ذلك السؤال الثالث. لماذا؟ لأن لكل سؤال نقطة، وينبغي أن نسهل على المصحح توزيع هذه النقط. لماذا؟ لأن مقدم وعن سوف ندمج يعني حتى ولو أننا نقدم يعني مجموعة من المعارف، مجموعة من المعلومات يعني تدخل في صميم الموضوع، ولكنها مشتتة، مشتتة ومدمجة في بعضها. وهنا يصعب على المصحح يعني التقاط ما طلب في الأسئلة، وبالتالي توزيع النقط. لهذا أنصح بالإجابة عن كل سؤال على حدة، إلا إذا قدم موضوع يعني يقترح وضعية بسؤال واحد ويطلب تحليل، مثلا تحليل هذه الوضعية وتقديم معلومات في شأنها إلى آخره. عندئذ يمكن أن نقدم مقدمة وعرضا وخاتمة. معايير ومؤشرات بالنسبة للتقويم. التقويم حسب طبيعة المكون. لكل مادة من المواد معايير للتقويم. مثلا معايير لتقويم القراءة ليست هي معايير تقويم الدرس اللغوي، ليست هي معايير تقويم مثلا التعبير الكتابي، ليست هي معايير تقويم مثلا التعبير الشفوي إلى آخره. مثلا في التعبير الشفوي، معايير التقويم هي معايير تدخل في إطار مثلا الملائمة. هناك الملائمة، ماذا تعني الملائمة؟ تعني أننا أن الإجابة تكون يعني بقدر ما هو مطلوب، يعني لا ينبغي أن تخرج عن ما هو مطلوب، يعني نجيب عن السؤال عما طلب ولا نخرج عن الموضوع. يعني الملائمة أننا يعني نركز عما طلب ونجيب في صميم الموضوع. إذن هناك الملائمة، ثم هناك الاستعمال الصحيح هذا في التعبير الشفوي، الاستعمال الصحيح للقواعد اللغوية، هذا شيء طبيعي، هذا معيار من المعايير. عندما يعبر التلميذ، عندما يعبر، ينبغي أن يوظف القواعد اللغوية توظيفا صحيحا، ولكن حسب المستويات. وهذه يعني النقط يعني التي تعطى لكل معيار تختلف من سنة إلى سنة، من مستوى إلى مستوى. مثلا لا نعطي نفس قدر النقط بالنسبة لاستعمال القواعد، يعني نفس النقط بالنسبة للمستوى الثاني والمستوى السادس. إذن هذا غير طبيعي. إذن هنا يعني النقط التي تعطى للمعايير تختلف من مستوى إلى آخر. إذن هناك الملائمة، هناك الاكتساب، هناك الاستعمال الصحيح للأدوات اللغوية، يعني القواعد اللغوية، وهناك الانسجام، انسجام الأفكار وغنى الأفكار إلى آخره. هذا كذلك معيار من المعايير. وهناك كذلك الطلاقة، طلاقة مثلا تلميذ يتحدث بطلاقة، وتلميذ يتحدث حتى ولو أنه استعمل يعني القواعد استعمالا صحيحا، والملائمة يعني موجودة، ولكن يتحدث يعني لا يتحدث بطلاقة. إذن لابد أن يكون هناك فرق بين الاثنين.
إذن هذه معايير التعبير الشفوي، وهي تختلف عن معايير القراءة التي تحدثنا عنها، وقلنا أن المعايير القراءة يعني تتلخص في التعرف على الكلمات، تعرف على الكلمات يعني كيف يتعرف التلميذ على الكلمات، هل يتعرف عليها بصعوبة، هل يتعرف عليها بسهولة. كذلك هناك الطلاقة في القراءة، كذلك هناك الفهم، الفهم وهناك الاستثمار المقروء. هذه معايير، هذه معايير. ثم هناك التعبير الكتابي، كذلك له معايير تشبه نوعا ما التعبير الشفوي، تختلف عليه فقط، تختلف عنه فقط في الطلاقة. هناك مثلا الملائمة، هناك الاستعمال الصحيح للقواعد اللغوية، هناك الانسجام، هناك الانسجام. ولكننا لا نتحدث عن الطلاقة في التعبير الكتابي. وهناك الدرس اللغوي، الدرس اللغوي، فالمعايير تكون حسب الأهداف المسطرة. إن لاحظوا بأنني عندما تحدثت في البداية عن أهداف في إطار الوضعيات، الوضعية المقترحة، تحدثت عن أهداف الدرس. لاحظوا أهداف الدرس، قلت يتعرف المتعلم الحال وأنواعه وأحوال إعرابه، ثم يوظف الحال في سياق وضعيات تواصلية مختلفة. إذن المعايير ينبغي أن ترتبط بالأهداف، بالأهداف. هل تحقق الهدف الأول؟ هل وصل التلميذ إلى مستوى التعرف؟ هل يتعرف التلميذ على الحال؟ هل يطبق الحال؟ ثم هل والأنواع، وأنواع، هل يفرق بين أنواع الحال وأحوال إعرابه؟ هل يوظف الحال في سياق وضعيات تواصلية مختلفة؟ لأن التوظيف ينبغي أن يدخل في إطار معايير التقويم، لأن كما قلنا الهدف هو المكون المكون المعرفي والمكون الوظيفي، الوظيفي. إذن أظن أنني أجبت عن جميع الأسئلة التي قمت بالتقاطها حسب ما قدمته الأستاذة حورية. إذن لا أعرف هل هناك أسئلة أخرى أم نختم هذه الحصة، لأن الساعة الآن الواحدة إلا الربع. وأعطي الكلمة للأستاذة حورية لاقتراح ما تراه مناسبا، ثم أختم بعد ذلك هذه الحصة. إليك الخط أستاذة. شكرا جزيلا أستاذنا على الشروحات القيمة. أقرأ سابقا تشكرات جميع الأساتذة تقريبا الذين طرحوا تساؤلاتهم. كانت إجابتك شافية ووافية وكافية، بوركت وبارك الله فيك. أنتهز الفرصة لأقدم التوجيه الرابع الذي رأيت، لو رأيت أنه جد مهم، قدمه لنا أستاذنا من خلال يعني توجيهات متعددة وعديدة. التوجيه الأخير الذي سجلته وهو يعني لم نعد نتحدث عن ملخص بل عن خرائط ذهنية وخطابات، يعني نسعى إلى جعل هذه الخصائص المتعلقة بالقواعد الأخيرة على شكل خطابات حتى يسهل على المتعلم اكتسابها وفهمها. طبعا هناك عدة برامج خاصة بالخرائط الذهنية، وهي تلخص بشكل جلي وواضح يعني حتى بالنسبة للذين يستعدون لاستحقاقات قادمة. فدائما هذا الاستعداد على شكل خارطة ويثبت في الذهن بشكل أفضل.
ثم البيداغوجيا الفارقية طبعا هي حاضرة تقريبا في جميع المراحل، ومن الأفضل القيام بأنشطة يعني التعرف للمتعثرين قبل الأنشطة التطبيقية. هذا كانت أهم التوجيهات التي يعني سجلتها خلال هذه المراحل. إذا أعتقد ليست هناك أسئلة أخرى، يعني غير حل الوقت، من لديه أي تساؤل يعني نحن في الدقائق الأخيرة، أي تساؤل رجاء الضغط على اللاقة لطرحه بشكل مباشر، ليس هناك وقت لقراءة يعني ما تكتبون. أقدم لك يعني باسمكم جميعا دليل المحاضرة الأسلامية على المجهود الطيب ذات فترة الصيف، وليس فقط يعني الليلة، كان يواكب بشكل مستمر يعني الأساتذة الكرام، سواء من يستعد منهم الامتحانات أو من يود فقط هكذا التكوين الذاتي والمستمر، كان يعني يساهم بطريقة يعني بشكل مستمر وفعال، سواء على صفحته أو على الغرفة هنا. إذا أمرر اللاقط إلى الأستاذ بايخمان، تفضل أستاذ. السلام عليكم، تحية خالصة لأستاذنا عبد الرحمن التومي على التوجيهات النيرة التي يقدم لنا. عندي واحد التساؤل، يعني فعلا كان عاني منه خلال ممارسة داخل القسم، وهو المشكل ديال تلك الجمل الجاهزة اللي كان نبداو بها الظاهرة. إذا هنا فربما هي بالنسبة للأستاذ أنها مرحلة يعني بحال سهلة، يعني كيعطيوك بالنسبة للكتاب المعلم يعني جمل جاهزة كتكتبها في السبورة كتطرق إلى الظاهرة. إذا هنايا أنا فعلا ما كتعجبنيش هذه الطريقة. علاش؟ لأن المفهوم ما كيتبناش، ماشي الطفل هو اللي كيبني لي المفهوم. الطفل يعني كتقدم له يعني الظواهر جاهزة، وبالتالي كتمررها ليه بواحد السهولة، وما كترسخش ليه بواحد الكيفية دقيقة، في حين أن الطريقة الأخرى هو الاعتماد على بعض النصوص يقراوها ويستخرجوا منها كتكون أحسن. فإذا كان ممكن أستاذ تنورنا بشي طريقة اللي هي أحسن يمكن لنا نعتمدوها من غير الامتحان، نعتمدوها في الحياة العملية ديالنا إذا كان ممكن. وتفضل. مشكورا، وكان أعتذر على الإطالة. السلام عليكم. نشكر الأستاذ على هذا العرض القيم، ونطلب من الله عز وجل أن يجزيه خيرا على هذا العرض. بالنسبة للدرس اللغوي والقراءة، هي وسائل وروافد للتعبير الشفوي بشقين. أنا ملاحظ مثلا أن يعني من ناحية الكمية، أن كتاب المتعلم تقريبا 50% يعني مخصص للقواعد، يعني لدروس تراتيب وصرف التحويل. يعني هنا أليس من الضروري إعادة النظر في استعمال الزمن، بحيث لا يتم التركيز على قواعد اللغة حيث يتم تضمينها في مكونات القراءة والتعبير، على غرار مثلا كتاب اقرأ لأبوك أمك و بيان يو كومبخوندر لي ترونشار. يعني نجد نص قرائي، هناك أساليب، هناك قواعد. بالنسبة للسؤال الثاني، هل تفضلتم أستاذ الكريم بشرح حول كيفية صياغة الكفاية لإزالة اللبس عند الأساتذة؟ لأن يعني هناك يعني هناك هناك صعوبات في صياغة نص الكفاية. السؤال الثالث، وأعتذر إذا خرجت عن الموضوع، ويتعلق بتوضيحات حول نهج تقصي وعلاقته بالنهج التجريبي ونهج حل المشكلات. ولكم جزيل الشكر. شكرا للأستاذين الكريمين على هذه الأسئلة القيمة.
إذن بالنسبة للسؤال الأول، تحدث الأستاذ عن الوضعية المشكلة، وكنت قد تطرقت إلى ما قاله الأستاذ، وقلت بأن تلك الجمل الجاهزة التي يقدمها الكتاب المدرسي والتي عادة يعتمد عليها الأساتذة لتقديم القواعد اللغوية هي طريقة يعني سهلة بالنسبة للجميع، ولكن بالنسبة للمتعلم تأكدوا أنها غير مجدية. لماذا؟ لأن التلميذ لا يعطي دلالة لتلك القواعد، هي تقدم إليه في شكل جملة ويبدأ في تحليل تلك الجمل، ولكن ما الحاجة لتلك القواعد بالنسبة للمتعلم؟ علينا أن نضع أنفسنا يعني مكان ذلك التلميذ الذي يدرس تلك القواعد. لماذا أدرس تلك هذه القواعد؟ هل لماذا؟ ينبغي أن يعني نجعل التلميذ في حاجة لتلك القواعد، لأن عندما مثلا طلبنا من التلاميذ تشخيص وصف الحالة التي جاء بها ذلك التلميذ إلى القسم، فالتلاميذ في حاجة إلى بعض التراكيب التي يوظفونه من أجل التعبير عما يريدونه. هم يريدون وصف حالة ذلك التلميذ، إذن هم في حاجة إلى أدوات لغوية ليعبروا عن حاجاتهم. إذن لابد أن نجعل من اكتساب اللغة القواعد اللغوية حاجة لدى المتعلمين، ولا نقدمها لهم جاهزة في إطار جمل لا معنى لها ولا دلالة لها في نظر المتعلمين. لأن حتى نحن الآن درسنا مجموعة من القواعد اللغوية وما زال التلاميذ يدرسونها ولا نستعملها بتاتا، ونتساءل لماذا درسنا تلك القواعد؟ لماذا درسناها؟ لماذا تدرس تلك القواعد؟ ولكن فقط نعطي دلالة لما استعملناه من تلك القواعد في حياتنا اليومية وما زلنا نستعمله، ولا نعطي دلالة لما تم تدريسه لنا، ولكن لا معنى له ولا دلالة له ولم نوظفه قط في حياتنا اليومية. لهذا فدائما ينبغي للأستاذ أن ينطلق من مواقف حقيقية وقريبة من الواقع، حتى ولو أننا لم نتمكن من يعني اقتراح وضعيات حقيقية، نقترح وضعيات، نشخص وضعيات قريبة من الواقع، وما يسمى بالفرنسية بلي سيتياسيون سيمولي، حتى إلا ما كانتش دي سيتياسيون أوتنتيك تكون دي سيتياسيون سيمولي، ونضع التلميذ في وضعية يكون بحاجة إلى تلك الأدوات اللغوية ليعبر عما يريده، يعبر عما هو بحاجة إليه. وهنا أقول بأن الوضعية المشكلة هي وضعية ليست سهلة، ليست بسيطة، صياغة وضعية هذا يتطلب ربما إذا كان لنا يعني في فرصة مقبلة إن شاء الله، إذا كان لنا الوقت الكافي سوف نتطرق أو نخصص حصة للوضعية المشكلة لتعريفها، لكيفية صياغتها، لمكونات الوضعية المشكلة، ونخصص لها وقتا ونعطي أمثلة مختلفة ومتعددة عن أنواع الوضعيات المشكلة حسب طبيعة المادة وحسب طبيعة المكون، لأن كما قلنا حتى ولو أننا اشتغلنا على وضعية واحدة لا يعني هذا أننا سوف نتحكم في جميع الوضعيات، لأن الوضعيات تختلف باختلاف المكون وباختلاف المواد. إذن فالحاجة أساسية لتقديم الأساليب
ولتقديم القواعد والبنيات إلى آخره، الحاجة أساسية. فهناك بعض الكتب المدرسية الأجنبية لا تقدم برنامجا في الحقيقة لا تقدم برنامجا جاهزا للقواعد اللغوية، وإنما من خلال الوضعيات التواصلية ندرس للتلميذ ما هو بحاجة إليه من قواعد لغوية للتمكن من التواصل في إطار الوضعيات التواصلية المستهدفة وفي إطار الهدف التواصلي المستهدف. لأن برامجنا المغربية ماذا تقدم؟ تقدم المكونات اللغوية ليست في إطار نسقي، بل تقدمها يعني منعزلة عن بعضها. القواعد اللغوية في واد، ووضعيات التعبير في واد، والنصوص القرائية في واد آخر إلى آخره، ولا تعطي الفرصة للتلميذ ليدرس القواعد اللغوية حسب حاجاته التواصلية وحسب ما تقدم إليه من أهداف تواصلية. إذن لو تصفحتم كتبا أجنبية، لا أتحدث هنا عن الكتب الفرنسية، لأن الكتب الفرنسية كذلك هي كتب تقليدية، البيداغوجيا الفرنسية هي ما لا زالت بيداغوجيا تقليدية، وإنما ربما ينبغي تفحص الكتب الأجنبية مثلا الإنجليزية أو في بالنسبة لأنظمة تعليمية أخرى، فسوف تجدون بأن القواعد اللغوية تقدم في شكل يعني لا يكون منعزلا عن إطاره التواصلي، ويكون في علاقة مباشرة بالتعبير بالقراءة إلى آخره. الأستاذ الثاني طلب صياغة الكفاية، كيفية صياغة الكفاية؟ هل هو يعني هل أراد بسؤاله يعني صياغة الكفاية أم صياغة الوضعية؟ ربما لأن صياغة الكفاية ليست هي موضوع هذا الدرس، هذه المداخلة. نحن نتحدث عن الوضعية، ربما صياغة الوضعية، وقلت بأن صياغة الوضعية ليس بالأمر السهل. الأمر السهل، فسنخصص إن شاء الله حصة كاملة للوضعية المشكلة، وحتى هذه صياغة الكفاية، حتى هذا السؤال ليس بالأمر السهل، لا يمكن في ظرف دقيقة أو دقيقتين التحدث عن مراحل صياغة كفاية وعن خصائص كفاية وعن مكونات كفاية إلى آخره، بل ذلك يتطلب حصة كاملة ووقتا للتحدث عن كل هذه الأمور. وأشكر الجميع على صبرهم. أتمنى للجميع التوفيق، وأتمنى للجميع الصحة والعافية. وهنا أذكر الإخوة أو الأخوات أننا سوف نبرمج، وهذه نصيحة أقدمها للجميع، سواء الذين يهتمون بالامتحانات المهنية أو بامتحانات التفتيش، أقدم نصيحة أنه لا ينبغي أن تكون هذه الاستعدادات استعدادات مناسباتية أنها ترتبط بامتحانات، بل استعدادات ينبغي أن تكون مستمرة طيلة السنة، لأن الاستعداد ليس استعدادا مثلا في وقت معين، بل ينبغي أن يستمر طيلة السنة الدراسية. ونحن بدورنا وبتنسيق مع الغرفة الصوتية بإدارة الأستاذ محمود، أو بتنسيق مع باقي المجموعات التي تقدم دروسا، تقدم
دروسا لمساعدة الأساتذة سواء في إطار عملهم اليومي وفي إطار الاستعداد للامتحانات، سوف أنسق معهم وأضع برنامجا وأضع برنامجا لمجموعة من المداخلات، سوف تكون يعني ربما مداخلة شهرية في إطار كل شهر، وسوف أستمر في تقديم مجموعة من المقالات التربوية، مجموعة من المواضيع التربوية على صفحتي الشخصية أو على حسابي الخاص. وأشكر الجميع، أشكر أعضاء الغرفة الصوتية كذلك، وأشكر وأتمنى للجميع التوفيق، وإلى اللقاء في فرصة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا جزيلا أستاذي سي عبد الرحمن التميمي، وأيضا أضم صوتي إلى صوتك، فالاستعدادات والعمل وأن يكون الإنسان على اطلاع بكل ما يحمله الحقل التربوي من مستجدات وما أكثرها، ففقط يعني إذا أشرنا إلى عناوين ولو تكون بسيطة قد تحمل بين طياتها يعني معارف كثيرة وتحليلات كثيرة، وأيضا يعني مجموعة كبيرة من الأشياء يجب أن نكون على علم بها، كما يقولوا يعني نكون أجور يعني المزاجور لمعلوماتنا التربوية، ستنفعنا إن شاء الله في أقسامنا الدراسية، ستنفعنا أيضا في يعني في معاملاتنا مع أبنائنا وتلامذتنا. فمشكور أستاذي عبد الرحمن، إن شاء الله إن شاء الله سنخطط برنامجا مع أستاذي عبد الرحمن كما خططناه سابقا مع أستاذي محمد ملوك وأيضا أساتذة آخرين، لكي نقوم ب يعني تنويرنا بين الفينة والأخرى ولو مرة في الشهر بموضوع جديد. وآنذاك ستكون هذه الغرفة كما عهدناها طيلة فصل الصيف كخلية نحل لا تنتج إلا عسلا، فمرحبا بك وشكرا جزيلا أستاذي. إذا رجاء أستاذ عبدو فقط يعني تختم أستاذتي حورية، وآنذاك نعود إلى النقاش وأي شيء تريدونه في هذه الأمسية المباركة. شكرا أستاذي عبد الرحمن، أستاذتي حورية لك مني أجمل وأحلى وأرق الوقت. أستاذ ومنك أجمل وأعدل وأكرم لقد. إذا أتينا على ختام هذه الأمسية الشيقة التي كانت مرصعة بتوجيهات ماسية، يتجدد العطاء ويحلو اللقاء دوما، والالتقاء مع أستاذنا القدير أستاذ عبد الرحمن التومي. إذا شكرا على سخائك وكرمك، شكرا على صبرك وسعة صدرك، ليس أمرا غريبا ولا جديدا على حضرتك، يعني عودتنا الجود والكرم. نلتقي مجددا إن شاء الله، نضرب لكم موعدا كما وعدنا أستاذنا الكريم في حلقة أخرى، في أمسية أخرى من أمسيات الغرفة الصوتية، طبعا الداخل إليها دائما لا يخرج منها خاوي الوفاض، سيكون محملا بما يعني جاد به المحاضر الليلة، وطبعا سيكون هناك يعني مزيد من العطاء إن شاء الله. مسيرة موفقة للجميع، أتمنى للجميع التوفيق والسداد سواء في الاستحقاقات المقبلة، وللآخرون للجميع إن شاء الله موسم دراسي مليء بالعطاء والجود والسخاء والكرم. تصبحون على خير، ليلتكم طيبة مباركة. الغرفة لا زالت مفتوحة لمن أراد أن يستمر في المناقشة. ليلتكم طيبة مباركة.